انا اسمحوا لي انا اتكلم بس في بعض النقاط اللي هي بتخص العاملين في احنا بتخصنا احنا في مصر وايه اللي تم فيها. انا اتكلم في نقطتين بالظبط عن تطهير المؤسسات وهتكلم على دور العمال في المرحله القادمه. لما نيجي نتكلم على تطهير المؤسسات هنتناول بعض النقاط الصغيره اللي احنا المفروض نعيها كويس جدا جدا عشان ان احنا نقدر نتكاتف مع بعض ونحققها. خلونا نسال سؤال، هل تحققت العداله الاجتماعيه في مؤسساتنا؟ لا. ايه اللي احنا عملناه وايه اللي المفروض اللي احنا نعمله عشان نحقق العداله؟ هو احنا ليا كام وقت بعد اذنك؟ 5 دقائق. وايه اللي احنا ممكن نعمله عشان نحقق الكلام ده لينا في البيئه الداخليه في مجال عملنا؟ ما تحققش حاجه. هل في شفافيه؟ هل في معايير بتتحقق عند اختيار القيادات اللي موجوده؟ لا في شفافيه، وبالتبعيه ما فيش مساءله لاي واحد حرامي بيعمل اي حاجه معينه، بيعمل محسوبيه، بيعين ناس، كل الحاجات اللي احنا بنشوفها. الفساد ما زال موجود، الرأس طارت بس باقي الهرم موجود كله، ما فيش حاجه اتغيرت. لما اجي اتكلم على البيئه اللي احنا شغالين فيها، هل في حصل تحسين في احوال الموظفين وهم قاعدين في شغلهم؟ هل في مكان ملائم؟ هل في العمل اللائق اللي كل دول العالم بتنادي بيه؟ معايير العمل اللائق من عدد ساعات عمل، من تحسين المكان اللي انت قاعد فيه، من اضاءه، من تهويه، مفيش من ده خالص. مفيش اهتمام بالعمال اطلاقا. انا ما اعرفش احنا ما احناش بشر، ما احناش ناس، المفروض لنا حقوق. اعتقد احنا لنا حقوق ولازم ندافع عنها بكل ما نملك. النقطه الثانيه في تطهير المؤسسات، اين الحد الادنى والحد الاقصى للهجوم؟ مره هيطبقوه من شهر واحد، مره ده 5، الحد الاقصى 35 ضعف، ولا حاجه بتتحرك. عشان احنا المفروض احنا اللي نتحرك، وده حقنا. فين اموال التامينات اللي راحت لوزاره الماليه ومفيش اي حاجه؟ وربنا يخلينا بطرس غالي شيء، ليه ديون، ليه ديون في كل حته. احنا دورنا ان احنا نقطع كل الديون دي كلها. ازاي؟ بكل الطرق، 500,000 طريقة. مش عايزين نهدى، لأن الهدوء هم مستريحين خلاص، ما هم ده اللي هم عايزينه. المستشارين اللي زميلي هيثم اتكلم عليها، كل مؤسسة فيها لا يقل عن حوالي 35 40 مستشار. وكنا بنتكلم أصل الشباب ومفيش شغل ومعرفش إيه. طب ما انت شيل المستشارة و 40 50 60 ألف جنيه وعين مكانه 10 20 10 ايه؟ 50,000 لو حطيت لكل واحد 1000 جنيه هتعين مكانه 50 شاب يقدر يروح ويجي وينتج ويشغل المكنة، إنما المستشار جاي باشا ما اعمل. يا ريت بقول اعمل، ما بقولش، هو ما بقولش في الأصل. في الفترة السابقة أيام سمير رضوان يمكن كانوا قالوا هنشغل الشباب وبعتوا على بريد كذا كذا 7 مليون خطاب مسجل راح وزاره الماليه. حد جاله جواب يا جماعه؟ قال له تعالى اشتغل. مره فيه بتضحك علينا، بتضحك علينا. هو ده الدور بقى بتاعنا زي ما زميلي هيثم بيقول. ايه الدور بتاع العمال اللي يعملوا في المرحله الجايه؟ المرحلة الجاية أكاد أتصور إن إحنا يجب أن يكون في تنسيق بين جميع العمال في مصر، زي ما حصل الفترة اللي فاتت. كان مكاتب البريد كلها بتقفل، المعلمين في أول يوم في الدراسة في إضراب كامل، لازم يكون لنا وقفة عشان إحنا ما بنطالبش بحاجة أوفر، ده إحنا بنقول مطالبنا، دي حقوقنا. زي ما أنت بتطالبني بواجبات، أنا ليا حقوق لو سمحت حققها لي. وقت في إضراب إحنا بنروح معاه، إحنا عندنا بندعوهم يجوا معانا، فبتديك قوة. إيه؟ عايز اقول لكم على خبر بالنسبه للمستشارين، احنا الحمد لله البريد قدر امبارح يمشي 32 مستشار والبقيه تيجي ان شاء الله. كل مؤسسه تعتمد على الناس بتاعتها، احنا عايزين نعتمد على نفسنا واحنا هننتج ونعمل. مين هم المستشارين؟ المستشارين لواءات شرطه، معرفش ايه، لواءات جيش، هو النبي قول لي، لواءات الجيش كلهم موجودين، فنيه عسكريه وكذا وكذا. جايين تعملوا ايه؟ مش هطول عليكم. حته ثانيه ارجوكم، في حاجه مهمه برضو،
لو كنا بننسق مع بعضنا جوه ونقف جنب بعض، حاول يكون لك دور مع الدول الاخرى. انا جاي لي ناس من تونس يمكن الاسبوع القادم، خلي في تضامن دولي، لان برضه ما يبقى في تضامن دولي بتديك قوه اكتر، تعمل ضغط اكتر. فين قانون الحريات النقابيه؟ مفيش، عشان احنا مش شدوا حيلكم اتجدعنوا. ومن هنا انا مش عايز اطول عليكم عشان اعتقد خمس دقايق قربت على الانتهاء. في اخر نقطه بس، انا بدعوكم الى المؤتمر التاسيسي الاول للاتحاد المصري للنقابات المستقله يوم 28 29 30، وارجوكم خلونا دايما كده. 30 شهر ده يا فندم، خلونا دايما مع بعض وكلنا نقف جنب بعض عشان نقدر نحقق مطالبنا. واشكركم، شكرا يا فندم.